تحكيم هذه المباراة كل من السيد منصور السويدي وصالح الجمعان. بالنسبة للنقاطية السيدة سليمة سالم المري، الساعاتي مؤمن غازي، وبالتالي هلا ربع مساء غدا الدفعة الثانية بثلاث مباريات. فرسان الخوري يواجهون فهود الغرافة انطلاقا من الساعة 7:15، ثم نجد الوكرة والشمال والسد والريان. إذا خمس مباريات من المنتظر أن تكون حامية الوطن. كرة تعود قطروية من جديد من محمد حسن، حمدون محمد حسن، يا لبي الأخضر في محاولة المراوغة بمفرده، جرأة كبيرة من الأخضر القادم أيامًا معدودة من مدينة الحمامات، ويجد فيها القطروية صعوبات جمة في سبيل معانقة الشباك. 12-7 هم ينجحون الآن في تقليص الفارق. إذن لحسن حظهم مر ثلثي توقيت شوط المباراة الأول، 10 دقائق أخيرة في عمر هذه الجولة الأولى لهذه المباراة. 12-8 حسن نحو حمدون، تبعد كرات القطروية الآن، الكرة من حمدون إلى محمد حسن الأخضر، مراوغة ممتازة من الأخضر يتمكن من خلالها من إحراز أول هدف قطراوي مع مضي دقيقتين ونصف الدقيقة على انطلاقة شوط. حمدون إلى حسن الأخضر إلى حمدون، ممتازة حقيقة هذه المحاولة الجريئة من محمد أمين الأخضر. الرد من العرب محمد حسن الأخضر حسن حمدون الأخضر يا الأخضر يتألق ويتوهش حقيقة في هذه الدقائق وهو يتمكن من إحراز الهدف 15 لمصلحة الكتن. حمدون إلى عمر ياسين الأخضر، عمر ياسين إلى الأخضر يراوغ الأول الثاني، تحررت إذن السواعد القطروية في هذه اللحظات. 19-16 يعود من بعيد القطروية بعد فارق 6 أهداف، يصبحون ياسين إلى الأخضر التمريرة إلى نزال عيسى بمفرده، ويتمكن نزال القروي عفوا من تقليص الفارق 20. سماح السر هو الذي يفك شفرة الدفاعات القطروية وبالتالي يحافظ على فارق الأهداف 3. الرد القطراوي صاروخية نارية من محمد الأمين الأخضر، حقيقة أداء جيد وجميل لهذا اللاعب في هذا النصاب كلا الفريقان. كيف سيكون سيناريو هذه اللحظات؟ مددي يحاول المراوغة، الأخضر ممتاز فير ومن العودة وتسليط الضغط على العربي فيما تبقى من وقت. الأخضر إلى حمدون، الأخضر التسديد يا الأخضر، حقيقة كنت لاعبا مميزا في هذا الشوط الثاني خاصة، وهو ينجح الآن في إكمال العقد الثاني من الأهداف بالدفاعي. محاولة عرقلة وسد المنافذ والزوايا أمام العربوية، نزال القروي في وضعية مناسبة جدا، فتح جيدا الزاوية الجناح القطراوي وتمكن من التوقيت الأخضر. محمد أمين الأخضر إلى نزال القروي إلى ياسين زعتير، وضعية مناسبة للاعب الدائرة القطراوي وينجح في تقليص الفارق إلى 3 أهداف. الثلاثي الذي يأتي قبله في الترتيب العام، المحاولة من محمد أمين الأخضر، التمرير والهدف يأتي من ياسين زعتير. 27-24 يتمكن ياسين زعتير.